بعد أن انتهت حروب الردة ودانت الجزيرة العربية للمسلمين من شرقها إلى غربها ومن جنوبها لشمالها، حتى توجهت أنظار أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى العراق، فأرسل جيشاً بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العراق، وبعث معه المثنى ابن حارث الشيباني رضي الله عنه، وخاض الجيشان معارك كثيرة في العراق، وانتصر على الفرس انتصارات ساحقة، وكان من أبرز المعارك معركة عين التمر وذات السلاسل، ومعركة فتح مدينة الأبلة والولجة. وفي معركة الولجة كان القائد الفارسي مغروراً بجيشه الكبير، فكان عدد جيشه 30,000، وفي بعض الروايات 50,000، واثقاً من النصر على المسلمين. وحينما التقى الجيشان فوجئ الفرس بأعداد المسلمين القليلة نسبياً، وكان عددهم 15,000، فلم يعلم بأن قوتنا بالإيمان والنصر من الله. وفي ليلة معركة الولجة بعث خالد بن الوليد بكتيبتين تتألف كل واحدة منها من 2000 مجاهد، وأمرهم أن يتحركوا بسرعة جنوبي معسكر الجيش الفارسي وصولا إلى التلال التي تقع خلف الجيش الفارسي، وأمرهم بالاستعداد الدائم للهجوم في أي لحظة، ومن ثم أمرهم أن ينتظروا إشارته حتى يهاجموا مؤخرة الجيش الفارسي. بينما في الطرف الآخر كان قائد الفرس يأخذ موقف المدافع حتى يترك للمسلمين حرية الهجوم، ثم بعد أن يمتص هجوم المسلمين الأول يأمر جنوده بالهجوم فيحسم المعركة. وبالفعل كان له ما أراد، حيث أمر خالد المسلمين بالهجوم هجوما عاما. وبعد هذا الهجوم بدأت المرحلة الثانية من معركة الولجة، حيث شن الجيش الفارسي هجوماً مضاداً، ولكن المسلمين تمكنوا من امتصاص هذا الهجوم بقوة الإيمان وبثبات العقيدة. وفي هذه اللحظة أمر خالد ابن الوليد فرقتي الفرسان بمهاجمة مؤخرة الجيش الفارسي وأجنحته، فتحرك المجاهدون كالصقور الجارحة، فبدأت ملامح الهزيمة تلوح في الأفق. وفي هذه الأثناء استغل خالد ضعف الفرس بسبب الهجوم الخلفي الذي تعرض له، فأعطى الإشارة لمن معه فأعادوا الكرة وهاجموا من الأمام، فأطبقوا على الفرس من كل جانب، وبعد ضغط عنيف تعرض إليه الفرس، انتهت المعركة بهزيمة الفرس هزيمة ساحقة، وخسروا خسائر فادحة. هرب قائدهم إلى الصحراء حيث مات من العطش، وانتصر المسلمون نصرا حاسما، فكان شهداء المسلمين 2000 شهيد، أما قتل الفرس فقد كانوا 20,000 قتيل.